أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر في ساعة. منذ أيام قليلة رحل عن عالمنا العالم المصري الكبير فقيد العالم كله وليس فقيد مصر، الدكتور أحمد زويل. الدكتور أحمد زويل ترك لمحبيه وللدولة المصرية وصية. الوصية كانت وصية مكتوبة بيتكلم فيها على دعم مدينة زويل العلمية، وإنه ليس برحيله يتوقف هذا المشروع اللي كان يتمنى أن يكون هو عائشا أو على قيد الحياة وهو هذا المشروع بيكتمل. علشان كده الرئيس السيسي منذ عدة أيام أثناء افتتاح أو مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة أشار أو دعا المصريين إلى التبرع لهذا المشروع لاستكماله، وقال إن هذا المشروع يحتاج إلى 1,600,000,000 جنيه، بل وكلف المؤسسة العسكرية القوات المسلحة باستكمال مدينة زويل حتى لو لم يصل التبرع إلى القيمة المطلوبة. أنا النهاردة عايز أكلمكم عن زويل من زوايا أخرى، عايز أكلمكم عن الوصية غير المكتوبة لزويل. بفقدان زويل كلام جميل جدا، إن مجلس الوزراء يقف دقيق حداد، إن البرلمان المصري، إن عدد من المؤسسات المصرية تنع الفقيد الكبير فقيد العالم والإنسانية. لكن عندما تتحدث عن وصية غير مكتوبة لزويل فأعني بها عدة نقاط. النقطة الأولى، عندما فاز العالم الكبير بجائزة نوبل في الكيمياء العام 1999 وهو وسط هذا المحفل العالمي الكبير وأمام كل شاشات العالم، قال أنا ابن التعليم المصري. التعليم المصري اللي تلقيته في الخمسينات والستينات هو اللي قدر يخليني أقف بينكم النهاردة وآخد جائزة نوبل في الكيمياء. يبقى الوصية غير المكتوبة هو إن أنت لو أنت عايز عالم آخر وعلماء آخرين يطلعوا زي زويل، عليك بتعديل عملية التعليم المصري، اختيار مناهج جيدة، عصرنة هذه المناهج. علينا أن نسأل أنفسنا سؤال مهم جدا، لماذا لم يخرج شخصية أو تخرج شخصيات مثل زويل في 30 أو 40 سنة اللي فاتت؟ احنا ما شفناش علماء تانيين. في بعض الشباب المصري اللي بيبتعث للخارج وبيعود برة أخرى، لكن انت عليك أن تسأل نفسك سؤال، لماذا لم يخرج زويل حتى جوه مصر؟ لماذا لم يخرج علماء شباب حتى برة مصر مصريين؟ لأن المنظومة اللي بتطلع هذا العالم اللي زي زويل، منظومة التعليم الأساسي لمرحلته الابتدائية والإعدادية، ده اختفى. احنا النهاردة بقينا بنملى دماغ أولادنا بشوية معلومات ليس لها قيمة، مجرد حشو عشان يدخل الامتحان ويسجل سكور كبير، والنتيجة ان انت بتلاقي أوائل الطلاب في الثانوية العامة اللي بيجيبوا 100 و102%، وده مش موجود في أي دولة في العالم، أول ما يدخلوا الكليات اللي بيسموها كليات القمة بيرسبوا في السنوات الأولى. وفي إحصائية بتقول إن 25% من أوائل الثانوية العامة لما بيدخلوا كليات طب أو اقتصاد أو أسنان أو هندسة أو صيدلة بيسقطوا بيرسبوا، لأن هم اعتمدوا على الحفظ. يبقى لما زويل تكلم عن إن هو ابن التعليم المصري فكان يقصد على إن التعليم في الخمسينات والستينات كان سابق عصره، كان تعليم ينافس أي دولة من دول العالم. وبالتالي لو أنت عايز تعيد مجد زويل وعايز يخرج من مصر ألف أو آلاف زي زويل، يبقى عليك أن تعيد تطوير التعليم المصري. خلال 30-40 سنة لم يظهر زويل آخر، وممكن تمر سنوات قادمة كثيرة ولا تجد زويل آخر، لسبب بسيط أن التعليم توقف في مصر، وإن اللي احنا بنديه لولادنا أي حاجة غير أن أنت ممكن تسميه تعليم يسير العصر. السطر الثاني في وصية زويل غير المكتوبة هو ان انت لازم تسأل نفسك سؤال، لماذا خرج زويل من مصر؟ ثم لماذا بعد ان خرج وحصل على الدكتوراه لم يعد الى مصر ثانية؟ الاجابة ان المناخ الطارد لزويل وامثاله لا يزال موجود في مصر. واذا كان زويل خرج منذ ما يقرب من 40 سنة او يزيد في وسط مناخ طارد ليه، وكنا بنقول ان مصر في السبعينات والستينات افضل من الان، فما بال حال النهاردة كل باحث شاب؟ المناخ الطارد لولادنا لا يزال موجود. المناخ اللي طرد زويل وخلاه يسافر برا مصر ويكمل ابحاثه العلمية وهو المناخ الطارد لا يزال موجود حتى الان جوه مصر، والامور تزداد استفحالا.
اذكر لي عدد من الشباب الباحثين المصريين او ما نسميهم علماء شباب انت قرأت لهم مؤخرا في اي دورية علمية مصرية او اجنبية، اذكر لي. لن تجد، لان انت بيحاصر هذا الشاب مجموعة من اللوائح والقوانين والبيروقراطية والروتين، والاربع حاجات دول تعادي العلم، تعادي البحث العلمي. قارن ما بين البحث العلمي الانفاق عليه في دولة زي الأردن أو إسرائيل أو الإمارات أو قطر بدولة زي مصر. إحنا ما بنهتمش بالبحث العلمي. يعني إيه بحث علمي؟ يعني إن حضرتك تعرف إن عندك مرض منتشر وبائي زي فيروس سي، حاليا مصاب بـ 12 مليون مواطن مصري، فأنت عليك أن تعكف في مختبراتك العلمية وأساتذة الصيدلة، الصيدلة والطب والعلوم، وتنفق على الأبحاث علشان تصل الى اختراع او دواء يعالج هذا المرض. لو انت وصلت الى هذا الدواء وانت مسجل رقم واحد في العالم في الاصابة بفيروس سي، يبقى انت كده بقى عندك بحث علمي. عايز اقولك ان اكتشاف دواء واحد يفيد البشرية بيدر عوائد على المكتشف او الشركة عشرات المليارات من الدولارات. وبالتالي انت ما عندكش بحث علمي، ما عندكش مناخ يشجع البحث العلمي في مصر. أنت لديك مناخ طارد، أنت لديك أساتذة حصلوا على الأستاذية ولا يمكن أن أطعن فيهم كلهم، ولكن عدد منهم بيمارسوا درجة من درجات القمع على شباب الباحثين. إذا شاب الباحث طلب أن يخرج عن النص أو أن يبدع في مجال ما أو يقدم رؤية مختلفة تماما عن رؤية الأستاذ المشرف على الرسالة، يتم الإضاحة به ولا يتم منح درجة الماجستير أو الدكتوراه. هذا مناخ طارد، هذا المناخ الطارد لا يزال موجودا حتى الآن، وبالتالي لن يظهر زويل مرة أخرى، وسيظل المناخ الطارد موجود. ثم إذا ظهر عشرات زي زويل ما هيصدقوا يخرجوا بره البلد وما يرجعوش. وعلى الدولة المصرية أن تراجع طوال 10 أو 20 سنة مضت كم باحثا مصريا سافر إلى الخارج عشان يحصل على الدكتوراه من خلال منحة أو تطوير ثم عاد مرة أخرى بلده. لا، لم يعد. وبالتالي لو أنت عايز تكرم دكتور أحمد زويل، فأنت عليك أن أنت تعيد تغيير منظومة التعليم في مصر، ده رقم واحد. اتنين، تحاول معالجة المناخ الطارد، ربما ده اللي حاول يعمله الدكتور أحمد زويل في مدينته العلمية. أنا قرأت منذ يومين مقال رائع للصديق العزيز الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة الشروق الأستاذ عماد الدين حسين، واللي قال فيه لو الدولة فعلا عايزة تكرم أحمد زويل فعليها إعادة طباعة كتابين تم تأليفهم عن دار الشروق. الكتاب الأول وهو عصر العلم بتأليف قلم الدكتور الراحل أحمد زويل، والكتاب الثاني ألفته الأستاذة هدير الغنيم بعنوان رحلات زويل من حلم الطفولة إلى عالم المستقبل. معايا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين. بعد التحية أستاذ عماد، أنت شايف حضرتك أن الوزارة التربية والتعليم ممكن تستجيب لدعوتك وتعيد طباعة هذين الكتابين وتوزعهم على أبنائنا الطلاب في المدارس؟ مساء الخير أستاذ محمد. بطبيعة الحال أتمنى أن الوزارة تعمل ده، ولو مش عايزه تعمل كتابين تعمل في مئات الحاجات ممكن تعملوا عن زويل. يعني الفكره البسيطه ده كتاب مبسط للاطفال اللي عملاه هدير الغنيم، ممكن الاطفال يعرفوه بطريقه مبسطه مين هو زويل، عمل ايه، راح فين، بطريقه غير مباشره هتحبب الناس في فكره العلم والاختراع ويعني ايه سمته ثانيه ويعني ايه العلوم وتطورها. والكتاب الثاني هو مجموعه من اهم المقالات اللي عملها زويل وتقديم احمد زويل نفسه، كتاب ممكن يبقى للطلبه بتوع المرحله الاعداديه او الثانويه. القصة يعني تتجاوز بس أستاذ محمد فكرة الكتاب هنا أو هناك، إن إحنا نبقى جد مع مثل هذه الموضوعات. يعني لا يكفي إن إحنا نعمل مظاهرة حب وتأييد وقفية، وهي طبعا حاجة مهمة ومطلوبة، ونعمل ندوات ونعمل تصحيحات، وبعض الزعماء العرب يعملوا تغريدات وبينتهي كل شيء وكأن شيئا لم يكن. أنا سألت النهاردة أكثر من مرة حد بيقول لي هل ممكن ننجب زويل ثاني؟ قلت لهم للاسف الشديد ولا حتى ربع زويل، هذه المنظومه لا تنتج اي مبدع. ليه يا استاذ عماد؟ ليه قلت ولا ربع زويل؟
لانه احمد زويل الحاله بتاعته يعني نتاج للاسف الشديد، هو ابن تعليم عبد الناصر في الستينات او الخمسينات، لكنه هاجر بره. يعني زويل لو قعد في مصر كان هيبقى رئيس جامعه وزير تعليم وهينتهي الامر، لكن ده في افضل احواله. لكن انا بتكلم على مبدع او باحث مرموق يوصل لنوبل، عملها نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ حاله استثنائيه، وعملها محمد البرادعي لما كان بره على الدور وكاله الطاقه الذريه. نعم. عملها السادات لاسباب سياسيه، لكن انا بتكلم على باحث باحث علمي. نعم. باحث علمي يشتغل في مصر، في مناخ مصر، في بلد فيها 90% من ميزانيه التعليم بتروح للاجور، وميزانيه البحث العلمي يعني مخجله ومهينه، مش هتطلع اي حد، مش هتطلع حتى باحث زراعي جيد، ولا باحث صناعي، ولا باحث في اي مجال. نعم. بطريقه محترمه. انا اتحدث عن منظومه متكامله تحترم العلم والعلماء وتتعامل معهم. طبعا في نوايا طيبه كثيره جدا، لكن لما يبقى عندك انت الدستور، لما حاول حضرتك يتكلم عن رفع ميزانيه التعليم وافتحها، اللي حصل ان احنا تحيلنا على الامر بارقام في ارقام، لكن الواقع لم يتغير. عليك ان تدرك انه واقع التعليم دلوقتي اسوء مما كان عليه يوم 24 يناير 2011 للاسف. كثافه فصول وصلت 120 و130 طالب في بعض مدارس الجيزه. فده ايه اللي هيطلعه؟ بيطلع ناس ما بتعرفش تكتب اسمها وهي في ثالثه ثانوي او ثالثه دبلوم. طيب عندك بيطلع مسؤولين ما بيعرفوش يتكلموا جمله لغه عربيه واحده على بعضها سليمه. نعم. للاسف الشديد او معظمهم. بيطلع حتى قضاه كانوا فخر للمرافعات الادبيه الرفيعه واللغه القانونيه السليمه، بنشوف المستوى بعضهم. هي دي اللي انا قصدي عليها منظومه ما تطلعش ولا ربع زويل ولا تمن زويل. كلمني عن المناخ الطارد اللي هو طرد زويل. بالظبط. وان زويل بعد ما حصل على الدكتوراه وغيره الاف الباحثين ما بيرجعوش مصر تاني. بالظبط. انا يعني اسعد من حظي ورحت كندا من حوالي شهرين، قابلت علماء مصريين واساتذه في منتهى الاهميه وفي منتهى التخصصات وما نعرفهمش، والناس بيحبوا البلد. مصريين طبعا، عندك الاف المصريين هناك، لكن حتى لو فكرت انت ما عندكش اليه تقدر حتى تستفيد من خبرته. فبالتالي الموضوع يعني نشكر الدوله ان عملت جنازه رسميه لزويل وتقدمت تدريس الجمهوريه، نشكر الوزراء على مجهودهم على حاجات كثيره جدا، ده جزء كويس يتعمل في المناسبه. لكن لو بنتكلم على مناخ عام عشان اطلع زويل جديد، لازم اغير النظر في كل المنظومه اللي عندنا. عايز اكلمك على خصوصيه زويل تحديدا، وحضرتك التقيته اكثر من مره، انطباعاتك عن هذه الشخصيه الفذه خلال الكام لقاء اللي حضرتك التقيته بيهم. هو رجل يعني اولا فعلا رغم كل السنوات اللي قضاها في الغرب وفي الولايات المتحده، فكره حته ابن البلد ما زالت جواه. طبعا انا كنت بحب حب مضاعف لانه كان زملكاوي. راجل بيعرف لحد دلوقتي في النكته وخفه الدم وخفه الضد، كل ده كان متوفر عنده. لما بيكلمك عن العلم بتحس انك في مع واحد راهب في محراب. لما بيكلمك على الفن متابع ليه، وطبعا اتقال كتير واتكتب على انه كان يبدا يومه وينهي مرات كثيره بام كلثوم. كان متابع دقيق للشخصيه المصريه وتطورها. في اكثر مره كنا قعدنا قعده طويله جدا في المقر الاداري للجامعه. بيقول ان الطلبه المصريين اللي جايبين ما يساوي 100% او 99% في الثانويه، لما بنيجي نعمل لهم الاختبار عشان يدخل جامعه الزويل، المعيار بتاعنا دايما يجيب يخليها 65%. فهو كان بيلوم على هذه المقاييس اللي بتدي مجاميع عاليه دون ان يكون الطالب. يعني لما تدي طالب 50 من 50 او 100% في الفيزياء او الكيمياء او معناه انه ده واحد جينيوس. فهو بيقول الطلبه المصريين جيدين، لكن المناخ بيخلي مستواهم يقل. لو انت بتدي له رعايه حقيقيه هيبدع وينبغ ويبقى زيه زي اي طالب يعني متقدم في اي بلد كبير. شخصيه زويل ايضا ربما انا اظن انه النقطه الخلافيه الوحيده انه حاول ان يلامس السياسه، لم يكن يدري تفاصيل الحياه السياسيه التربه السياسيه المهتزه في هذا الوقت، وبالتالي انا اظن يعني صدم الى حد ما في فتره اللي قيل ان هو بيفكر يترشح، ثم كان قانون الانتخابات اللي بيحرم اي شخص متزوج من اجنبيه ان يترشح لمنصب رئيس الجمهوريه. لكن انا اظن ان هو تجاوز هذا الامر كثيرا، وقابلته مرات عديده بعد هذا الامر، وكان الرجل راضيا وكان مقتنعا تماما بثوره 30 يونيو ومتحمسا لها، عكس ما يقوله بعض الناس الان واللي هم بيفتوا ان هو قال كذا وكذا، هذا غير صحيح. وادرك ان الحياه السياسيه في مصر تعقيداتها شديده، وحمد الله انه لم يسيروا الى الامام في هذا الموضوع.
استاذ عماد الدين حسين، شايف مستقبل مدينه زويل ازاي؟ هل هتستكمل؟ هل ستكون على الدرجه التي تمناها العالم الراحل؟ هذا سؤال اجابه عنه ستحدد اي مسار سنسلكه. اما ان احنا نشتغل بالطريقه المصريه التقليديه وينتهي الامر نسيب الجامعه تموت ببطء لا قدر الله، او نثبت بالفعل اننا جديرين بهذا الرجل وعلمه وخبرته ويتم التعامل مع هذه الجامعه باعتبارها مؤسسه مستمره للعلم والتعليم تحمل وتفخر ان هي تحمل اسم زويل، لكن ستستمر بعده بنفس القوه. بس الرئيس السيسي منذ عده ايام طالب المؤسسه العسكريه باستكمال بناء مدينه زويل ودعا المصريين للتبرع ليها. نعم، انا كنت هذا الامر حدث بالامس اثناء احتفالات قناه السويس، وقال ان احنا سنتبرع، القوات المسلحه ستتبرع، وعمل جهد ولمحه جيده نحييه عليها. انا اتكلم عن يعني رئيس الجمهوريه لن يستطيع ان يحل كل المشاكل دفعه واحده. نعم، لا يملك عصا سحريه. طبعا المجتمع المدني، يعني رئيس الجمهوريه مشكورا عمل الجهد، المهم كيف سيواصل المجتمع المدني في مصر هذا الامر بحيث ان هو يخلي في قوه دفع حقيقيه تخلي هذه الجامعه تتقدم للامام. انا بشكر حضرتك الصديق العزيز والكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير جريده الشروق الاستاذ عماد الدين حسين، معلقا على كيف ندعم مشروع مدينه زويل ولماذا لا يظهر زويل اخر. بس انا عايز اقول حاجه قبل ما اختم مقدمتي. زويل كان موجود زيه هنا في على ارض مصر دكتور محمد غنيم اللي اسس معهد الكبد معهد الكلى في المنصوره. وجدنا على ارض مصر من عاد مره اخرى واراد ان يبني فيه مستشفى في اسوان العالم الكبير دكتور مجدي يعقوب. وجدنا ايضا العالم الكبير الذي عاد من امريكا دكتور مصطفى السيد وهو عمره يتجاوز 80 عاما. لكن انت هتلاحظ ملاحظه مهمه جدا، ان كلهم ان لم يكن اغلبهم هم جايين من الخارج، يعني ابناء مصر ثم هاجروا في الخارج وعايزين يردوا الجميل مره اخرى. اذا عندنا ابناء مصريين صالحين موجودين في الخارج، علماء افذاذ ممكن لم نسمع عنهم زي زويل. زويل سمعنا عنه واصبح ملء البصر بعد ان فاز بجائزه نوبل، ثم ان شخصيه العالم الراحل احمد زويل لانه يتمتع بكاريزما طاغيه فكان ماده جذابه للاعلام. يعني دكتور مجدي يعقوب مش هتلاقي له الا حوارات مقتضبه، وربما لان زويل كمان حببنا في العلم. عايز اقول ان احنا عايزين نضرب مثل امام اولادنا ان الشخصيه النموذج ليك او القدوه ليك اللي احنا سوقناها في العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا كلاعب كرة او فنان او مطرب او مغني او مذيع، عايز اقول لك لا، احنا عندنا مع احترامي طبعا لمثل هذه المهن، لكن الاصل ان يكون القدوة ليك كابن كشاب كبنت هم علماء افزاز زي احمد زويل زي مجدي يعقوب. البلاد لا تبنى بالاغاني ولا بكرة القدم، البلاد تبنى بالعلم والعلماء، المجد في العلم. احنا اغفلنا ده في 20-30 سنة ونحصد النهاردة ما زرعناه أمام أولادنا. أصبح الأسطورة هي النموذج الأمثل النهاردة، أصبح كل شاب وفتاة عايزة تصل إلى الملايين والشهرة، وأكثر طريق للشهرة ليس العلم، لأن الدولة لا تحترم ولا الحكومة ولا وسائل الإعلام العلم والعلماء. لكن إن إحنا بنحترم النهاردة أصحاب المهن اللي تجلب الملايين وتحقق الشهرة، وأسرع طريق لذلك هو أن يعني تذهب بابنك الى نادي كبير لعله يصبح مثل رمضان صبحي او محمد النني ويهاجر بره ويجيب له اسرته الملايين، او يكون نجما شابا عنده كام وعشرين سنه ويحصد الملايين. لكن احنا عايزين نتكلم عن العلم والعلماء. اتمنى وزاره التربيه والتعليم تدرس لابنائنا في المدارس كلها نماذج زي احمد زويل، نماذج زي مجدي يعقوب، نماذج زي دكتور محمد غنيم. هو ده اللي هيطلع بالبلد دي قدام. واخيرا الاحتفاء بذكرى احمد زويل يبدا باحياء مدينته العلميه، يبدا بتوافر اراده سياسيه لتطوير التعليم من جذوره، ثم البحث عن مناخ جاذب لابنائنا لما يهاجروا بره ويحصلوا على الشهادات العليا يعودوا مره اخرى. لكن ان ظلت منظومه التعليم بهذا الشكل السيء والمناهج غير متطوره والبحث العلمي في تردي دائم والمناخ العلمي طارد وكل استاذ جامعه يبحث عن تاليف الكتب علشان يحصد بضعه الاف من ابناء التلاميذ، يبقى كل على العلم السلام ولن يظهر زويل اخر في مصر.
عن نفسي لا أتمنى ده يحدث، لأني زي حضرتك محب لهذا البلد، وأتمنى أن يكون هناك آلاف بل عشرات الآلاف زي زويل. خليني أطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل أكمل حلقتي معاكم. هنعرض عدد كبير من الأخبار مهمة حصلت اليومين اللي فاتوا والنهاردة، ونحتاج أن احنا نتابعها عبر برنامجكم مصر في ساعة. العقارية، بيوت وحياة. اوبا يلا يلا اوبا، مش هتقف؟ معلش مش هتقف، يعني ممكن تسيبيني ما توترنيش؟ هيبقى يوم لذيذ. لا احنا جايين ننبسط. بتعملي كده ليه؟ مروان دي نافورة راقصة، هي بعد كل ثلاث مرات بتقف جزء بالسنة. فين النافورة دي؟ انا مش شايف نافورة. مروان بجد this is too much. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ استني دي خلاص، انا هنزل انا وابني. مالها النافورة؟ ها مالها؟ فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا النافورة راقصة بنادي اجتماعي رياضي تستمتع بيه مع اولادك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجلة ديفلوبمنتس. الله، انا عايزة اطلع بيروت يومين اظبط نفسي. شفتي يا رجاء؟ واي نوت، المهم قبل فرح الاولاد. تجيبوا فطيرة مين؟ قولي لي اخبار الشقه. لسه جايين من جاليريا حالا، بجد احسن موقع في القاهره الجديده. شفنا كل حاجه على الطبيعه، وجهات العمارات تحفه. مساحه الشقه يا مامي زي ما اشتريناها بالظبط، لا خست ولا شفطت. بسمعتنا هنستلم الشقه قبل الميعاد بست شهور. طار الشقه كومباوند جاليريا، الاستثمار الحقيقي لعائلتك. بتحلم تعيش في جزيرة؟ حقق حلمك وعيش في جزيرتك. سيسيليا لاجونز، جزيرة الساحل الشمالي مرسى مطروح. سيسيليا لاجونز، فيلل وشاليهات مختلفة المساحات. سيسيليا لاجونز، جميع الوحدات على الشاطئ. سيسيليا لاجونز، أكوا بارك، مارينا، حمامات سباحة. سيسيليا لاجونز، مطاعم عالمية، مركز للتسوق. سيسيليا لاجونز، ملاعب رياضية وغولف. سيسيليا لاجونز، شاطئ خاص بالسيدات وسبا. سيسيليا لاجونز، عيش في جزيرتك. تبتدي انت الاول، يلا ابتدي. اعمل ايه؟ جولف. اول مره. ايه؟ لا لا هاتي دي، جربي دي. اخو اقعد فوق انا. باين اني بلعب جولف. اه باين اهو. انا بتهيألي المفروض نوقع الكره دي في الحفره. شوفيها كده طلعت من الفتحه هناك. بقول انا مش حابه اللعبه دي، مش فاهماها. امشي. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا ملاعب الجولف بمساحات خضراء تستمتع بيها انت وعيلتك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجله ديفلوبمنتس. مستواي ضاع. لاميرا بيتش، ملاعب وجيم وسبا واكوا بارك، مطاعم وكافيهات، ده غير السينما وحمام سباحه مغطى للسيدات. شاليهات من اول 80 متر متشطبه سوبر لوكس، ومفيش شاليه مش شايف البحر. ادفع بس 25,000 جنيه وقسط على 5 سنين. اوصل لحد لاميرا بيتش على خليج الجبيره في اجمل مكان في الساحل الشمالي. لاميرا بيتش، الساحل الشمالي، هتعيش اسعد انسان. احدى مشروعات الحياه للتخطيط العمراني والتنميه. الضيوف فين يا نادي؟ موجودي؟ أنا مش سامع لهم حس خالص، يعني هم فين؟ في قطعة 4. قطعة 4 اللي هي اللي قبل المطبخ شمال. الأنتريل. اصدقي كانت جميلة قطعة 4. عندهم أكل؟ أقوم أبص عليهم. طب معلش هعذبك، وأنت جاية قطعة 2، هاتي لي نضارة القراية والريموت. دي اللي هي من قطعة 3؟ من قطعة 5،
انت عارفه قطعه 4 بقت اتجاه واحد، هتجيبيه لي كده مع الشمال. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك. عشان كده في نيوبلس شلنا قطعه من الريسبشن الاربع قطع وخليناها ترس تستمتع بيه انت واصحابك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجله ديفلوبمنتس. انت هتخرمي من قطعه 8 ده وقت خروج مدارس. بجدد التحية بحضراتكم. منذ عدة أيام جرت محاولة آثمة لاغتيال العالم الجليل مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة. كانت عمليات لاغتيال الشخصيات الشهيرة قد توقفت في مصر منذ اغتيال النائب العام السابق هشام بركات اللي اغتيل منذ ما يقرب من عامين، ونجحت القوات الأمنية في الوصول إلى القتلة. لكن بعد مرور 24 شهر أو ما يقرب من عامين جرت هذه المحاولة الآثمة الفاشلة اللي نجى الله بيها الدكتور علي جمعة. وللمفارقة إن الإرهابيين أطلقوا حوالي 80 طلقة على الدكتور علي جمعة، لكن لأن الله لم يأذن بعد وأن يظل حيا على الأرض بقي الدكتور علي جمعة حيا بإرادة الله. عايز أعلق هنا على إن اختيار الشخص وهو الدكتور علي جمعة ثم اختيار التوقيت علينا أن نتوقف أمامه. الدكتور علي جمعة هو الذي تحدث كثيرا على إن الإخوان المسلمون هم خوارج هذا العصر، هم الإرهابيين، وأكد في أكثر من لقاء وحوارات تلفزيونية وصحفية بأن الإرهاب منبعه جماعة الإخوان المسلمين. أنا عايز أعرف النهاردة لماذا شخص الدكتور علي جمعة، ثم ما هو تفسير اختيار هذا التوقيت بعد أن كنا قد قربنا على العامين لم يتم اختيار أي شخصية كبيرة بعد اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. معايا على الهاتف الباحث الاجتماعي والصديق العزيز والكاتب الصحفي الدكتور عمار علي حسن. أهلا بحضرتك دكتور عمار. أهلا يا أستاذ محمد. حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك لماذا شخص علي جمعة لمحاولة اغتياله؟ لعدة أسباب. يعني أولا هناك استهداف للدكتور علي جمعة حتى منذ التسعينيات استهدف ذات مرة، وبعض المقربين مني يقولون أن هذه هي المرة الرابعة التي يستهدف فيها من جماعات متطرفة. مرصود يعني. نتيجة أن آراءه حادة وصارمة وحاسمة بمواجهة فكر التنظيمات التكفيرية والإرهابية وأيضا جماعة الإخوان. كما أن الدكتور علي جمعة اغتياله بالنسبة لهؤلاء يحقق لهم أهداف مركبة ومتعددة يسعون إليها منذ زمن. زي إيه؟ إظهار الوضع في مصر أنه لا يزال مضطربا أو غير مستقر، الأمر الذي يؤثر سلبا كما نعلم جميعا على قضية الاستثمار وأيضا تدفق السياحة وهكذا. نعم. المسألة الثانية هي إرسال رسالة تخويف لكثير من الكتاب والعلماء وشيوخ الذين وضعوا نصب أعينهم ضرورة انتقاد خطاب ومسلك هذه الجماعات ويقومون على تفنيد آرائها ليل نهار. المسألة الثالثة هي إظهار السلطة الحالية بمظهر العاجز عن حماية رجالها، لا سيما أن الدكتور علي جمعة يحسب دائما لدى هذه التنظيمات على أنه رجل متفاهم مع السلطات المتعاقبة التي حكمت مصر، ما عدا قطعا سلطة جماعة الإخوان حين وصلت إلى الحكم. لكل هذه الأسباب استهدف الدكتور علي جمعة من قبل هؤلاء، إلى جانب الدعاية التي يتم تداولها بإفراط على شبكة الإنترنت عن أن الدكتور علي جمعة قد أفتى بالإغال في دم المعتصمين أو المتظاهرين في ربعة، واقتطعت أجزاء من فيديو اقتطعت من سياقها ووضعت في إطار حديثه عن ربعة، مع أن هذا الحوار كان بعد ربعة بكثير. وقيل أن الرجل قد أفتى لقوات الشرطة بأن تضرب بيد من حديد وقصاص على معتصم ربع. الأمر
الذي يجعل كل الراغبين في الانتقام إما داخل هذه التنظيمات أو بشكل فردي أو بشكل أسري كما جرى في بعض الحوادث التي وقعت في الشهور الأخيرة على خلفية الانتقام لربعة، جعل بعض هؤلاء ربما يفكرون في اغتيال الدكتور علي جمعة بدعوى أنه قد أفتى بإطلاق الرصاص على الموجودين في ربعة وهكذا. لكل هذه الأسباب أطلق الرصاص على الدكتور علي جمعة. طيب هل هناك علاقة بين اغتيال محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة واغتيال قائد بيت أنصار المقدس أبو دعاء؟ لا أعتقد، لسبب بسيط، أن هذه التنظيمات عودتنا حين يغتال قائد لها أن ترد في المكان وفي الزمان المناسب وترد مباشرة على الطرف المعني بتصفية هذا الشخص أو تلك القيادة أو هكذا، بمعنى أن قتل هذا الإرهابي كان الرد عليه الطبيعي وفق تفكير الإرهابيين هو الانتقام من أحد الضباط الكبار سواء من الشرطة أو الجيش في سيناء، أو استهداف مؤسسة أو منشأة أو مبنى ينظر إليه باعتباره أحد رموز القيادة المصرية في تلك المنطقة، هكذا تعود. أما قضية الدكتور علي جمعة أعتقد أنها أبعد من ذلك، لا سيما أن الرجل لا علاقة مباشرة له بهذه المسألة إلا إذا نظر إليه باعتباره هدفا سهلا، لكن المعلومات التي تقال الآن من قبل الجهات المعنية لا تقول ذلك، لأنها توضح لنا أن الدكتور علي جمعة مرصود منذ مدة وأن هؤلاء كانوا يتحينون الفرصة المناسبة لإطلاق الرصاص عليه وجاءتهم الفرصة في هذا اليوم بالذات، وربما كانت من الممكن أن تأتي قبل هذا أو بعد هذا حسب ما تفضي به المراقبة، من أنهم من الممكن أن يتمكنوا من الرجل في هذه اللحظة أو في لحظة أخرى. مفتي تركيا كان طلع تصريح منذ عدة أيام ضد شخص الدكتور علي جمعة، هل في ربط ما بين ما قاله لو كنت قرأته وبين محاولة الاغتيال؟ ويقال أن الدكتور علي جمعة له علاقة مباشرة بفتح الله جولن المطلوب الآن من قبل أردوغان وأنصاره، والذين تحملهم تركيا مسؤولية تحريك قطاع من الجيش بسبيل إسقاط حكم أردوغان. علي جمعة له اتصال بهذا الرجل، اتصال طويل ومباشر ومنذ مدة طويلة، وتركيا أفصحت عن هذه المعلومات منذ مدة قليلة وتم تداولها، والبعض ربط بينها وبين محاولة اغتيال علي جمعة، لكن يعني اللهم إلا إذا كانت هناك معلومات لا نعرفها عن أن الدكتور علي جمعة مثلا كان يتوسط لدى السلطات المصرية من أجل استضافة فتح الله جولن الذي يخشى الآن أن تقوم الولايات المتحدة في صفقة مع بطرده أو بتسليمه لتركيا. نعم، ربما كان يسعى في هذا الاتجاه أو هكذا، لكن حسب معلومات معروفة أنه السلطات المصرية منذ مدة عرض عليها أن يأتي جولن إلى مصر ويلتقي بعض الأزهريين وبعض المثقفين، لكن لم ترد السلطات المصرية أن تدخل في مواجهة مباشرة وسافرة على هذا النحو مع أردوغان، ومن هنا لا أعتقد أن علي جمعة كان من الممكن أن يقنع أحدا هنا باستضافة فتح الله جولن، الأمر الذي يعني إعلان العداء المباشر بالنسبة لأردوغان. ومن هنا الربط بين علاقة الدكتور علي جمعة بفتح الله جولن وبين أن تكون تركيا وراء هذه العملية، أعتقد أنه قد يبدو ربطا متعسفا. كيف قرأت بيان ما سمي بحركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وإعلانها المسؤولية عن محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، وربما هذه السابقة الأولى اللي بتعلن جماعة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية عن عمليات اغتيال؟ والله أنا مثل هذه البيانات يجب أن أتعامل معها بحذر، لأن جماعة الإخوان منذ البداية تحدثت عن أن هذه عملية مدبرة ومفبركة من قبل أجهزة الأمن، هكذا يقولون،
مع كل عملية تفشل يقولون أن أجهزة الأمن قد دبرتها من أجل مزيد من تخويف المصريين وإشعارهم بأن هذا النظام مستهدف وأنه لا سبيل أمامهم إلا الاكتفاء حوله. ومن هنا يا جماعة حاسم هذه لا أخذ ما قالته على محمل الجد، أنت تعرف أن الفضاء الإلكتروني مفتوح وأن أي طرف في الداخل أو في الخارج من الممكن أن يلقي بيانا هنا أو هناك ويعلن فيه مسؤولياته، لكن الذي يؤخذ على محمل الجد إذا صدر ذلك من جهة مسؤولة داخل الجماعة، إذا صدر أيضا في بيان من جماعة مثل بيت المقدس أو التابعة لداعش أو داعش، أو إذا أفرج عن تصوير لهذه العملية من قبل جهة ما، قطعا سيقال أن الذي صور هو الذي قام بالعملية، ومن ثم فإن إعلانه أنه مسؤول يجب أن يؤخذ على محمل الجد. الباحث والكاتب الكبير الدكتور عمار علي حسن، شكرا حضرتك لهذه التوضيحات عن محاولة اغتيال العالم الجليل الدكتور عمار علي حسن. منذ عدة أيام كان الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق صرح بأن 50% من أجهزة الدولة بيسيطر عليها الإسلام السياسي، ثم عندما تحدث عن بدايات رفع الدعم عن السلع البترولية هو بيؤيد هذه الخطوة. احنا عارفين ان في بيانات متواترة بان صندوق النقد الدولي حل ابرام اتفاق مع الحكومة المصرية، فهو بيطالب بحاجتين: خفض قيمة الجنيه المصري، والاخبار المتناثرة غير الرسمية بتقول ان التخفيض هيوصل لحد 30%، ثم رفع الدعم عن بعض السلع زي المواصلات العامة وزي البنزين والسولر والغاز والكهرباء. عايزين إضاحات أكتر من مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق. بعد التحية لحضرتك مهندس أسامة كمال، عاوز أعرف حضرتك هل أنت تؤيد فكرة أن احنا نرفع أسعار البترول أو نخفف الدعم، وده يتم إزاي؟ هل من خلال منظومة الكروت الذكية كل واحد ليه 5 لتر بنزين، ولا شايف حضرتك الصورة إزاي؟ بخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مشاهدينك الأعزاء، طبعا تذكر في حوارات عديدة ان احنا اتكلمنا في موضوع الدعم ده. نعم. وعمرنا ما اتكلمنا عن رفع دعم، دايما احنا بنتكلم عن ترشيد توجيه الدعم واعطائه لمستحقين. نعم. ولهذا بنتكلم ان العدالة الاجتماعية تقضي ان يكون في شرائح مختلفة للسلع الاساسية المدعمة اللي الحكومة بتدعمها. نعم. يعني احنا نجد ان النهاردة مثلا الحكومة بتدعم منظومة الوقود، وضربنا قبل كده مثل قلنا هل الشخص اللي بيستهلك 100 كيلو وات في الشهر اللي هو ما دون المتوسط او فقير، نعم، ده ما اعتقدش ان عنده حاجه زياده عن تلفزيون وغساله ومثلا ولمبتين. نعم. هل ده اديله كهربا بسعر زي ما بدي الشخص اللي بيستهلك 5000 كيلو وات في الشهر؟ الاجابه لا، طبعا لا. هل الشخص اللي بياخد النهارده بنزين او سولار عشان يشغل بيه مكنه ري عشان اخر السنه الفدان يعمل ايراد 2000 جنيه، يعني لما نيجي نقسمهم على 12 يبقى في الشهر مثلا 150-160 جنيه، نعم، ايراد من الفدان، هل ده اديله السولار بنفس السعر اللي بديه للراجل اللي موجود في مارينا بيركب جيت سكي وبنانا بوت ومش عارف ايه؟ لا. يبقى انا اعتقد العداله الاجتماعيه ان تكون هناك شرائح، وان يتم التمييز بين هذه الشرائح بين الاغنياء والفقراء. نعم. فقراء لازم اديله السلع مدعمه، بس برضه ايه، مش مفتوح، مش بسقف مفتوح، لازم يبقى احتياج اساسي. يعني انت راجل مثلا بتستهلك بنزين في عربيه صغيره مثلا 1300 سي سي او خلافه، وما بتزيدش مثلا عن 200 لتر 300 لتر في الشهر، اخلي المجموعه دي لها سعر. بعد كده ابتدي اتحرك، اللي بياخد 2000 لتر بنزين في الشهر لا، يبقى في عنده شريحة مدعمة وبقية الشرائح غير مدعمة، لأنه بوضعه الاستهلاكي ونمطه الاستهلاكي ده ما بيخشش ضمن شريحة لا المتوسطين ولا الفقراء. نعم. برضو لما بنتكلم على إن أسعار الطاقة، إن الطاقة تتباع بسعرها الطبيعي أو بسعر تكلفتها، فده هيخلي الطاقة غالية وعزيزة، وبالتالي مش هيتم إهدارها بالصورة اللي احنا بنشوفها النهاردة. احنا النهاردة بنلاقي نتيجة انخفاض أسعار الطاقة
في حد بينزل ياخد ابنه يلففه في العربية لغاية ما ينام. نعم. في ناس بتشتري تكييفات، ناس قاعدة في مناطق يعني ما بحبش أقول برضو زي الرئيس كده، مناطق العشوائيات، وتلاقي في راكب تكييفات. ليه؟ نتيجة إنه في تكييف ذو كفاءة منخفضة بيجي من بره بسعر منخفض والكهرباء استهلاكها قليل. طب بص تلاقي الحاجات دي شغال، الحاجات دي تأثيرها جامد جدا على شبكة الكهرباء، زيادة احنا بيحصل على شبكة الطاقة بوجه عام. نعم. بيحصل عندنا زيادة في أوقات الصيف بتوصل من 6000 إلى 7000 ميجا وات في اليوم في الساعة نتيجة استخدام مثل هذه الأنواع من المكيفات ذات الكفاءة المنخفضة. نعم. إيه مردودها الخمس 6000 ميجا وات دول؟ دول معناهم ببساطة شديدة إنك بتعمل خمس محطات، المحطة 1000 ميجا، ودي ورقة بوستة كده بتتكلف مليار دولار. ودول استهلاكهم في السنة ما بين 3 ل 4 مليون دولار وقود. وقود فقط. وقود عندنا. نعم. هل احنا الوقود عندنا متوفر للدرجة ان احنا نحطه ببلاش حاجة زي كده؟ لا يا جماعة، ده احنا وصلنا دلوقتي ان احنا بنستورد تقريبا 35% من اجمالي احتياجاتنا بنستورده من الخارج. نعم. بنستورده بالعملة الصعبة في الوقت اللي انا فيه عندي يعني جاب جامدة قوي، فجوة جامدة ما بين اللي انا حاجات اللي انا بصدرها والحاجات اللي انا بستوردها وصلت الى 70 مليار دولار. فده انا بضغط كده على العملة الأجنبية في السوق المحلي، ولهذا نجد أنه في ارتفاع شديد في أسعار العملة الأجنبية، وكل يوم نقول لا ده احنا محتاجين الجنيه يبقى بقيمته الحقيقية. القصة الحقيقة مش في الجنيه نفسه، القصة في السلعة التي تهان، السلعة الغالية التي تهان، السلعة المستوردة التي التي تباع بسعر مدعم جدا للأغنياء قبل الفقراء، اللي هي ألا وهي البترول دلوقتي. أقولها لك، لا عموما عموما الطاقه البترول، تذكر زي ما كنت الطاقه البترول، الطاقه بشقيها البترول والكهرباء، رغيف العيش، اي حاجه مدعمه. لو تذكر انا دايما كنت بقول مع حضرتك ايه الخطا التاريخي والموروث التاريخي اللي وقعنا فيه من زمان، ان انت بتدعم سلعه. يجب ان نوقف هذا الموروث التاريخي ونتجه الى الى دعم الشخص، دعم الشخص المحتاج مش دعم السلعه، لأن السلع بيشتريها الغني والفقير، فمن كانت قواته الشرائية أكبر هيحصل على دعم أكبر. بس حضرتك لما كنت وزير للبترول وضعت خطة لبداية طرح الكروت الذكية على المواطنين، وكانت متقسمة بهذا المنظر، إن احنا قلنا إن احنا في أول سنة من استخدامها، يعني هو الغرض الأصلي كان منها كان في حاجتين، في مرحلة خاصة بعربيات النقل والتوزيع علشان نوقف التهريب عن طريقها ودي تمت، وفي المرحله الثانيه كانت خاصه بالمستهلكين النهائيين، كل واحد يبقى معاه كارت. هنعمل ايه دي؟ نمره واحد في السنه الاولانيه هنضمن ان كل الوقود بيتم توزيعه في مصر، مفيش حاجه بتتهرب منه، مفيش حاجه بتتهرب او خارج البلد. نعم. نمره اتنين في السنه الاولى هنعرف النمط الاستهلاكي ونبني منه قواعد بيانات حقيقيه نتيجه النمط الاستهلاكي اللي هنشوفه خلال هذا. نعم. هنجد فيه ايه؟ انه مثلا في شريحه حوالي 10% من الناس هنلاقيها بتستهلك 90% من الوقود، وفي شريحة تانية هنلاقيها مثلا في حدود 20% من الناس ولا حاجة بتستهلك 5%، وهنلاقي الشريحة التالتة الكبيرة 60-70% بتستهلك 5%. يبقى أنا معنى كده إيه؟ إن الشريحة ال 60-70% اللي بتستهلك 5% دي هي دي الشريحة المتوسطة والفقيرة، اللي أنا أقدر أقول والله هم دول إن أنا هبتدي أدعمهم، هم شخصيا مش هدعم السلع. فابتدي السنة اللي وراها اعمل تحريك في الاسعار لما بعد الشريحة المتوسطة والفقيرة، احرك السعر لفوق شوية بتاع ال 15% اللي فوق، السنة اللي وراها احركه تاني. انا ليه بعمل كده؟ لانه التأثير المباشر نتيجة ارتفاع تحريك اسعار الوقود والطاقة بوجه عام بيبقى عنيف جدا على كل طبقات المجتمع. الدكتور اللي هو هنعتبره مثلا من الطبقات الغنية، اما تيجي ترفع سعر الطاقه هيروح عامل ايه؟ هيروح رافعها مباشره على الكشف بتاع العيان. نعم. ما كل واحد هيزود كده والمستهلك او المواطن هو اللي هيدفع في الاخر. احنا بنقول التدريج ليه؟ علشان خاطر في كل سنه احنا من اللي بنوفره من تهريب الدعم واهداره زائد اللي بنوفره من تحريك الشرايح نعلي بيه الرواتب ونحسن بيه الخدمات العامه. طب حضرتك شايف ان هيبدا تطبيق منظومه الكروت دي قريبا؟
بقالي 3 سنين بتمنى انها تبتدي، وكل مره دايما اسمع ده احنا هنبتدي في 1/7 هنبتدي. لا بعد ما جه صندوق النقد الدولي بقى وتفاوض والكلام ده. والله يا استاذ محمد انا شخصيا مريت بتجربه صندوق النقد مرتين، دي المره الرابعه لصندوق النقد يجي من ساعه ثوره يناير. ما اعرفش هل هنوصل في الاخر لنتيجه ولا لا، لكن يعني ضروره تطبيق اجراءات الترشيد ما لهاش علاقه بقرض صندوق النقد الدولي خالص. يعني لو الحكومه تفصل ما بين ترشيد الطاقه وبين قرض صندوق النقد الدولي. وكان نفسي الكلام ده يتعمل قبل ما صندوق النقد يجي علشان ما يتقالش في الاخر ان صندوق النقد هو اللي حط الشروط. لان هي دي برنامج احنا بنتكلم فيه بقى لنا 4 سنين. نتمنى الخير، وانا اؤيد حضرتك في ده. بس سؤال اخير يتعلق بتصريح قريته لحضرتك، ان حضرتك قلت 50% من اجهزة الدولة يسيطر عليها الاسلام السياسي، ازاي ده باشمهندس؟ ما رأيناه بعد ثورة 30 يونيو من اقصاء القيادات في الصف الاول والثاني من الاسلام السياسي، هو وقف عند هنا. نعم. في بقى مجموعات المحبين والمريدين والمنتمين والحاجات اللي زي كده، دول كانوا موجودين وما هم ماشي، ما فيش يعني حاجة بتضمهم جوه التنظيم الشجري. دول وجودهم النهاردة بيعرقل بعض الأشياء، يعني بعض الأشياء تبص تلاقي في حاجات في الاستثمار، في حاجات في استخراج الشهادات، في حاجات في حاجات كتيرة جدا. تروح تحجز حاجات مثلا، تبص تلاقي المية بتتقطع مثلا في السويس. المية بتتقطع في السويس ليه؟ بتبتدي تبلغ، تبص تلاقي الاجهزه العليا لما تبتدي تتحرك يقول لك اصل في مش عارف مين عطل ترومبتين. طب عطل ترومبتين ليه؟ طب هل تفتكر ان اجهزه الدوله تقدر تصل للناس دي اللي موجوده اللي بتعطل حياه المواطنين واللي بينتموا للاسلام السياسي؟ انا ضد التعامل مع المجموعات ديت بنظام الملاحقه، ولكن ارجو بنظام النص والتنوير والتثقيف، لان معظمهم كان مغرر بيه. نعم. ويعتقد انه هو كده ماشي في سكة الاسلام، وانه كده ماشي في سكة الصح، وانه كده ماشي في دعم الدولة الشرعية وكذا وكذا. فلو انت بديت مع الناس دول، لان هما يعني لم يتم اتهامهم لا بعنف ولا بارهاب ولا حاجات زي كده، مفيش تهم جنائية ضدهم. وبالتالي هو اختلاف عقائدي بينتج عنه ايه؟ نوع من رد الفعل السلبي، ان هو ما يتعاونش معاك. فما يتعاونش معاك بيعمل لك مشاكل. فانا اعتقد انه لو الخطاب الثقافي والتنويري ابتدى يشتغل باسلوب جيد مع الناس دي، بحيث انك تشرح له اللي انت بتعمله ده يتنافى مع مبادئ. انت ازاي تقطع الميه عن ناس حتى لو هم مش مسلمين في ايام زي كده؟ نعم. في ايام صيف والدنيا حر يعني. يبقى التنوير هو بدايه الحل للتعامل مع مثل هؤلاء. انا اؤمن بهذا تماما. أنا بشكر حضرتك وزير التموين الأسبق والصديق العزيز مهندس أسامة كمال، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة القيمة. هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل نكمل ما تبقى من حلقة الليلة. العقارية، بيوت وحياة. يلا يلا اوبا مش هتقف. معلش مش هتقف. يعني ممكن تسيبيني ما توترنيش؟ هيبقى يوم لذيذ. لا احنا جايين ننبسط. بتعملي كده ليه؟ مروان دي نافوره راقصه، هي بعد كل 3 مرات بتقف جزء بالسنه. فين النافوره دي؟ انا مش شايف نافوره. مروان بجد this is too much. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ استني دي خلاص، انا هنزل انا وابني. مالها النافوره؟ ها مالها؟ فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا النافوره راقصه بنادي اجتماعي رياضي تستمتع بيه مع اولادك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجله ديفلوبمنتس. الله، انا عايزه اطلع بيروت يومين اظبط نفسي. شفتي يا رجاء؟ واي نوت. المهم قبل فرح الاولاد بيجيبوا فطير 2. قولي لي اخبار الشقه. لسه جايين من جالريا حالا، بجد احسن موقع في القاهره الجديده. شفنا كل حاجه على الطبيعه، وجهات العمارات تحفه. مساحه الشقه يا مامي زي ما اشتريناها بالظبط، لا خست ولا شفطت بسمعتنا. هنستلم الشقه قبل الميعاد ب6 شهور. طار الشط كومباوند جالريا، الاستثمار الحقيقي لعائلتك.
بتحلم تعيش في جزيرة؟ حقق حلمك وعيش في جزيرتك. سيسيليا لاجونز، جزيرة الساحل الشمالي مرسى مطروح. سيسيليا لاجونز، فيلل وشاليهات مختلفة المساحات. سيسيليا لاجونز، جميع الوحدات على الشاطئ. سيسيليا لاجونز أكوا بارك، مارينا، حمامات سباحة. سيسيليا لاجونز، مطاعم عالمية، مركز للتسوق. سيسيليا لاجونز، ملاعب رياضية وغولف. سيسيليا لاجونز، شاطئ خاص بالسيدات وسبا. سيسيليا لاجونز، عيش في جزيرتك. تبتدي انت الأول؟ يلا ابتدي. اعمل ايه؟ غولف. اول مرة. ايه؟ لا لا، هاتي دي، جربي دي. بخوة اكوة مفورش انا. باين اني بلعب جولف؟ باين اهو. انا بتهيالي المفروض نوقع الكرة دي في الحفرة. شوفيها كده طلعت من الفتحة هناك. بقول انا مش حابة اللعبة دي، مش فاهمها. امشي. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك. عشان كده في نيوبلس بدلنا ملاعب الجولف بمساحات خضرة تستمتع بيها انت وعيلتك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجلة ديفلوبمنتس. مستواي ضاع. لاميرا بيتش، ملاعب وجيم وسبا واكوا بارك، مطاعم وكافيهات، ده غير السينما وحمام سباحة مغطى للسيدات. شاليهات من اول 80 متر متشطبة سوبر لوكس، ومفيش شاليه مش شايف البحر. ادفع بس 25,000 جنيه وقسط على 5 سنين. اوصل لحد لاميرا بيتش على خليج الجفيرة في اجمل مكان في الساحل الشمالي. لاميرا بيتش، الساحل الشمالي، هتعيش اسعد انسان. احدى مشروعات الحياة للتخطيط العمراني والتنمية. الضيوف فين يا نادي؟ موجودي؟ انا مش سامع لهم حس خالص، يعني هم فين؟ في قطعة 4. قطعة 4 اللي هي لقبل المطبخ شمال. الانتريل. اصدقي كانت جميلة قطعة 4. عندهم اكل؟ اقوم ابص عليهم. طب معلش هعذبك، وانت جاية قطعة 2، هاتيلي نضارة القراية والريموت. دي اللي هي من قطعة 3؟ من قطعة 5. انت عارفه قطعه 4 بقت اتجاه واحد، هتجيبي لي كده مع الشمال. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك. عشان كده في نيوبلس شلنا قطعه من الريسبشن الاربع قطع وخلينا ترس تستمتع بيه انت واصحابك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجله ديفلوبمنتس. انت هتخرمي من قطعه 8 ده وقت خروج مدارس. العقاريه، بيوت وحياه. بقدر التحية بحضراتكم فيما تبقى من دقائق. خلوني في البداية أعتذر للصديق العزيز مهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لأني قلت وزير التمويل، معلش الشغل، ويمكن علشان كان يعني الواحد بتابع قضايا التموين اليومين دول. خليني أنوه على ما قلته في البداية، اللي هي فكرة كيفية التعامل مع العالم الجليل الدكتور أحمد زويل. أحمد زويل قدم للإنسانية علم غزير واختراعات رائعة، والعالم الغربي كله هيخلده، ويبقى ما بينه وبين ربه، ده بينه وبين ربه. لكن أنت كدولة مصرية عليك أن أنت، ودي نقطة مهمة جدا عايز أختم بيها حلقة النهاردة، إذا أردت أن يخرج من بيننا آلاف الشخصيات زي زويل، أرجوكوا خلينا نأكد مرة أخرى على الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالبحث العلمي وتوفير المناخ المهم. ده جزء مهم جدا يتعلق بزويل. ما كنت أود أن أستطرد في حديثي مع الصديق العزيز وزير البترول الأسبق مهندس أسامة كمال يتعلق، ودي نقطة مهمة، احنا رايحين كده كده يا أخوانا إلى تطبيق منظومة القروض في البنزين. يعني حضرتك من هنا ورايح لو أنت ما طلعتش كارت البنزين، لو سمحت روح طلع الكارت،
بدل ما تلاقي زحمه في 2 مليون مواطن لحد النهارده ما طلعوش كروت البنزين. ارجوك رقم واحد وانت مغمض روح طلعها. لو عندك موتوسيكل تريسيكل توك توك روح طلع كارت البنزين او كارت السولر. لو انت عندك بتروي في الغيط عندك الري الميكانيكي او الالي روح طلع الماكينه بتاعت السولار روح طلع كارت البنزين والسولار. لان ان اجلا او عاجلا تقدير الشخص انه ربما لا ينتهي هذا العام احنا واحنا بنطبق منظومه الكروت الذكيه لصرف البنزين والسولار. طب دي هتطبق ازاي؟ المرحله الاولى كل واحد معاه كارت بنزين او سولار هيصرف اي كميه هو عايزها علشان الدوله تقول ان البترول بيطلع للشخص المصري، لان في بنزين بيهرب من محطات البنزين والسولار بيتم تهريبه للخارج. انت عارف السولار هنا مدعم، في البعض بيسرقه وبيديه لسفن في البحر الاحمر والبحر المتوسط بالسعر العالمي او اقل منه شويه وبيكسبوا منه ذهب. بقول لك فاول حاجه هنطبق منظومه الكروت ان كل واحد هيصرف البنزين والسولار اللي هو عايزه. بعد كده الحكومه هتلجا لفكره بقى ان كل واحد ليه حصه. انت ليك 5 لتر يوميا كمواطن، ده اخر ما استقرت عليه الحكومه، 5 لتر تقضي بيهم مشاويرك. طيب انا رايح اسكندريه عايز 30 لتر، عايز 40 لتر، 5 لتر في 30 يوم 150 لتر، استهلكتهم في يومين في 3 في 10 هم معاك طوال الشهر. خلصت رصيدك، ده الرصيد المدعوم، هتشتري بالسعر الحر. السعر الحر اللي هو لتر البنزين هيبقى من 5 ل 6 جنيه، ده السعر الحر. ده علشان طبعا ما تاخدش ابنك حماده بالليل وتفسحه بالعربيه ولا تروح التريسيكل ولا مش عارف الجيت سكي اللي هو بقى في الساحل الشمالي، لا، ولا السفارات الاجنبيه تاخد بنزين مدعم زيك زي. انا مع ده ومع ان احنا نرشد الاستهلاك، بس انا بناشد الحكومه لازم تبقى عارفه ان المواطن اللي ساكن في محافظه كبيره زي القاهره بنسميها القاهره الكبرى غير المدينه الصغيره زي الاسماعيليه او سيناء او مرسى مطروح. يعني خلينا رفقا بسكان العاصمه، لان انت عندك زحام كتير وتكدس سيارات وممكن تكون ساكن في اكتوبر وشغلك في مصر الجديده، فارفعوا استثناء لسكان القاهره والعواصم الرئيسيه للمدن زي اسكندريه بدل 5 لتر خلوها 10 لتر في اليوم. مجرد اقتراح ودراسه من مواطن، واتمنى ان الحكومه تكون عندها شفافيه ووضوح وتشرح للمواطن ما تفاجئوش كده وهو رايح للبنزين. حفظ الله مصر من كل سوء شعبا وجيشا ونيلا. حلقتي انتهت معكم، سلام عليكم.